السلام عليكم أعزائنا الطلبة. موضوعنا في Mass Transfer Operations لهذه المحاضرة هو Convective Mass Transfer for Binary Gas Mixture في حالة الكيس Uni Molecular Mass Transfer. For Uni Molecular Mass Transfer هذا الجزء من المحاضرة سوف نتحدث عن الميكانيكية الثانية في حالة إذا كان هنالك انتشار للغاز المادة A في المادة B وعدم انتشار الغاز المادة B في المادة A، أي معنى ذلك بأنه المادة B هي مادة stationary gas، أي الحركة نقدر نعتبرها صفر، وبالتالي راح نقدر نعرف كيفية حساب قيمة الفلكس لهذا النظام. في المحاضرة السابقة أخذنا في حالة إذا كان عندنا Equimolar Counter Diffusion. الآن سوف نأخذ هذا الجزء في حالة إذا كان عندنا قيمة الفلكس للمادة B يساوي لنا شنو؟ يساوي صفر. راح نأخذ أول جزء من هذه المحاضرة عندما يكون عندنا النظام هو شنو؟ Gases. المعادلة اللي حصلناها آخر معادلة هي كانت في حالة قلنا الـ NA يساوي لـ minus NB. راح نبدي نشتق مثل ما اشتقينا للجزء الخاص للـ Equimolar Counter Diffusion، نفس النظام راح نجي نشتق المعادلة اللي حصلناها بديناها من معادلة رقم 3 بالجزء الأول من هذه المحاضرة. راح نبدي نأخذ المعادلة رقم 3 اللي هسه قدامنا خليناها كمعادلة رقم 4، هي نفس المعادلة رقم 3 ولكن وضعنا لها رقم جديد هي رقم 4، وأيضا وضعناها بالصورة الـ Partial Pressure لأنه دا نشتغل Gases. راح نضع الخاصية في حالة إذا كان عندنا Stationary Gas للمادة B، إذا قيمة الflux إلها يساوي لنا صفر. هذا معناته هذا الجزء من المعادلة الرابعة حيكون قيمته صفر. من وضعنا قيمته صفر أصبحت المعادلة الرابعة المعادلة رقم 13. طبعا احنا أكملنا تسلسل المعادلات على مود يكون المعادلات بصورة متسلسلة. أصبحت المعادلة رقم 4 بشكل المعادلة رقم 13 حيث اختفى قيمة الفلكس للمادة B لأنه قيمة الفلكس للمادة B يساوي لنا صفر. نلاحظ المعادلة رقم 13 تحتوي على قيمة الفلكس الـ NA من الطرف الأيسر من المعادلة والطرف الأيمن من المعادلة. نفس الشيء من حسبنا بالميكانيكية الأولى والثانية، راح شو نسوي هسه طلاب؟ راح ناخذ هذا الجزء وننقله للطرف الأيسر من المعادلة وناخذ الـ NA عامل مشترك، والبقية الحد ننقله نرجع للطرف الأيمن المعادلة بالمقام، وبعد ذلك عندنا احنا الـ variables الـ pressure والـ z على شكل differential. المفروض أكامل الـ pressure يتكامل من PA1 إلى PA2، والـ z يتكامل من z1 إلى z2. عند نهاية التكامل راح نحصل على معادلة رقم 14. هاي المعادلة هي لحساب قيمة الفلكس، قيمة الفلكس في حالة اليونيمولكولار ديفيوجن اللي أقصد بها قيمة الـ NB يساوي لنا صفر، قيمة الـ NB يساوي لنا صفر في حالة الغازز للباينري سيستم. لاحظ إذا أقارن هاي المعادلة هي الـ 14 أقارنها ويا المعادلات اللي حصلتها في حالة الميكانيكية الثانية بداية المحاضرات السابقة، ألاحظها هي ترى نفس المعادلة، فقط الزيادة وين راح تكون؟ الزيادة راح تكون بقيمة الديفيوزيفيتي. هنا كان عندنا فقط DAP، هنا راح يتحصل ويا حاصل جمع الـ DAP diffusivity زائدا الـ Eddy diffusivity الناتج من وجود الـ Eddy diffusion. فهذا هو الاختلاف فقط، هي نفس المحاضرات السابقة اللي أخذناها، فقط إضافة هاي diffusivity نتيجة إضافة حد جديد بسبب وجود الconvection convective mass transfer diffusion. فهاي المعادلة رقم 14 هي المعادلة الأساسية for gases للباينري
سيستم في حالة الكونفكتيف ماس ترانسفير ديفيوجن. هاي المعادلة للغازز. فإذا ايش راح يسوي هسه؟ ايش راح يقول؟ بأنه عندي أني بالمعادلة رقم 14 عندنا هاي كلها ثوابت، هذا الحد كله ثوابت اللي أشرته هسه بالأحمر بالمعادلة رقم 14، هذا كله راح يخليه بدلالة منو؟ كي جي. فتحولت معادلة رقم 14 إلى المعادلة رقم 15، هذا الجزء اللي أشرته هسه، هذا هو المعادلة من 14 إلى 15، حيث وضع كل الثوابت من الديفيوزيفيتي بالحالتين إلى الـ R والـ T والـ log mean partial pressure بالإضافة إلى Z، وضعها ضمن ثابت واحد هو الـ KG. ومثل ما قلنا سابقاً الجي اللي هنا هو يرمز إلى شنو؟ إلى الغازز، يرمز إلى الغازز. وهناك سابقاً من الجزء الأول من هاي المحاضرة خلينا للكي جي داش على مود نميز الميكانيكية الأولى عن هاي الميكانيكية الثانية فقط لا أكثر ولا أقل. أوكي طلاب، بالإضافة إلى قيمة الكي جي هو أصلاً يختلف عن قيمة الكي جي داش لأنه يحتوي على اللوغ المين partial pressure، هناك بالميكانيكية الأولى ما راح موجودة log mean partial pressure. أوكي؟ أما أريد أحول المعادلة رقم 15 بجزئها الأول بهاي الصورة إلى الصورة الثانية مثل بهذه الصورة اللي هي بدلالة المول فراكشن، إذا أحول partial pressure إلى مول فراكشن، شلون أحول؟ أقول الـ PA هو شو يساوي لنا؟ الـ PA لأي partial pressure لأي مادة هو عبارة عن حاصل ضرب الـ total pressure في شنو؟ في المول فراكشن لذلك لتلك المادة. إذا معناتها شنو عندي؟ ايش راح يصير هنا؟ راح يصير بأنه من أجي أعوض هذا الحد كله، أجي أعوضه هنا وأجي أعوضه هنا، آخذ عامل مشترك اللي هو الـ total pressure بيناتهم، فراح ايش يطلع عندي؟ راح يطلع عندي التوتال بريشر خارج القوس وينضرب ويا الكي جي فيتحول الكونستانت الى كي واي، يتحول الكونستانت الى كي واي. اذا معناتها انا شنو عندي هسه؟ اذا الكي واي ايش يساوي لنا؟ الكي واي الموجوده بالمعادله 15 هو عباره عن الكي جي بايش مضروب؟ مضروب في التوتال بريشر. إذن هاي العلاقة هي العلاقة اللي تربط بين الثوابت في حالة الكي جي كفانكشن اوف بارشل بريشر ويا الكي واي اللي هو فانكشن اوف مول فراكشن. إذن المعادلة 15 هي المعادلة الأساسية أو صور المعادلات الأساسية اللي أقدر أحسب بها الفلكس في حالة شنو؟ في حالة الغازز باينري سيستم يونيمولكيولار ماس ترانسفير فور كونفكتيف ماس ترانسفير ديفيوجن. هنا طلاب في هذا السلايد راح نشوف في حالة الطور عندنا هنا ليكويدز، أخذنا سابقا هسه في حالة إذا كان غازز، هسه راح ناخذه في حالة إذا ليكويدز. نفس الطلاب نفس البروسيس اللي اشتغلناه بالغازز راح نشتغله بالليكويدز، يعني الاشتقاقات كلها فقط راح نشيل الكي جي، راح نخلي عنا شنو؟ خلي عنا كي ال لانه ليكويد، ونفس الشيء راح نشيل الكي واي، راح نخلي عنا كي اكس لانه الواي المول فراكشن للغازز والاكس هو المول فراكشن للليكويد. نفس الطريقة نتبع بأنه حصلنا على المعادلة رقم 16 بالصورة الأولى إلها الـ NA شي يساوي إنه KL CA1 ناقصا CA2، حيث أن قلنا الـ KL هو ثابت اللي هو الديفيوزيفيتي للمادة A لأنه في حالة ليكويد، مضروف للدرايفنج فورس كونسنتريشن اللي هو CA1 ناقصا CA2 لأنه ليكويد. نفس الحالة طلاب بأنه إذا أريد أخلي الكونسنتريشن بدلالة المول فراكشن
شلون تحول الكونسنتريشن بدلالة المول فراكشن، لأنه كل واحدة من أذن السي هي نفس الحالة، ناخذها بصورة عامة السي اي سواء كانت واحد أو اثنين هو عبارة عن التوتال كونسنتريشن بيش مضروب في المول فراكشن لتلك المادة. من أجي أعوض التوتال الكونسنتريشن لتلك المادة بهاي الصورة، من أجي أعوضها هنا وأجي أعوضها للأخ وحدة هنا، فصار حيصير مشترك بيناتهم، حيصير التوتال كونسنتريشن مشترك بيناتهم، فأقدر أطلع التوتال كونسنتريشن، فحينضرب التوتال كونسنتريشن هذا بيش ينضرب من أطلع خارج القوس، ينضرب في الكي ال. إذا ألاحظ بأنه من راح يصير عندي الكي ال مضروب في التوتال كونسنتريشن، شو تحول بالصيغة الثانية؟ شو تحول طلاب؟ أنا بكون واضح هسه، تحول إلى شنو؟ Kx. إذا ال Kl في Total Concentration هو من هو؟ هو Kx، هو Kx. هذا هو التعبير الرياضي المن للليكويد. فإذا أخليه بصورة عامة، من أريد أخليه بصورة عامة، ال Na شو يساوي لنا؟ يساوي لنا Kc مضروب في Driving Force Concentration بالنسبة للسائل. فهاي المعادلة رقم 16 وأيضا المعادلات رقم 17 هي معادلات تعبرنا عن قيمة الفلكس في حالة الليكويدز للباينري سيستم كونفكتيف ماس ترانسفير ديفيوجن. هاي للليكويد. فقلنا نفس الطريقة اللي وجدنا قيمة بها الغاز كاشتقاقات هي نفسها كاشتقاقات للليكويد. أريد هنا الهومورك ماتي، الهومورك اللي أريده من عندكم طلاب، هذا الهومورك أريد العلاقات شلون تكون، يعني الـ Na بالنسبة لمن؟ للغاز فيس وللليكويد فيس. أجي للغاز فيس، الـ Na شي يساوي لنا للغاز فيس؟ أدنى شنو؟ أدنى Kg مضروب بيش؟ Pa1 ناقصا Pa2. عندنا الأخ علاقة الأخ أيضا تشبهها مربوطة اللي هي كي واي، بعد ما أكمل، بعد ما أكمل هاي أنتوا تكملون هنا شنو عندي. هاي العلاقات اللي أريدها تربطوا إياها، شلون حصلناها بالنسبة للغاز وبالنسبة للليكويد في حالة اليونيموكلر ديفيوجن، يعني الحق الميكانيكية الثانية اللي هسه بهاي المحاضرة. فهذا هو الهومورك مالتكم الثاني للمحاضرة رقم 5. للمحاضرة رقم 5. زين طلاب، هسه أني من حكيت هنا بهذا السلايد وقلت بأنه نربط شنو؟ نربط الثوابت اللي هي شنو الثوابت اللي أخذناها هسه لنفرض بهذا السلايد. شنو؟ ما أريد أرجع للسلايد السابق، لها بهذا السلايد. الثوابت قلنا KL، وعندنا ثوابت شنو؟ KX، وعندنا ثوابت KC، وهناك عندنا شنو؟ عندنا KG، وعندنا شنو؟ KY، وما شابه ذلك. هاي الثوابت كلها ربطت عن طريق علاقات مثل ما قلنا، أضربة في التوتال كونسنتريشن، أضربة في التوتال بريشر، أضربة في whatever. شوف، فأريد أعرف شلون يعني أعرف هاي القوانين، شلون أقدر أحفظها. فطلاب سويت لكم جدول، هذا الجدول هو كل القوانين، هو كل القوانين اللي أخذناها بالمحاضرة هسه رقم 5 بهذا الجزء والجزء الأول، قدرت ألمها وخلي لكم إياها على مود تكون حفظها سهل لكم. نجي على شنو القوانين. أول شيء أجي فور غازز، إذا كان عندنا غازز كم ميكانيكية أخذنا؟ أخذنا ميكانيكيات اثنين اللي هي فور إكويمولار كاونتر ديفيوجن وفور يوني مولكولار كاونتر ديفيوجن، اللي هي في حالة هنا هذا اللي هو Na يساوي لنا ماينس Mb، وهنا في حالة الـ Mb يساوي لنا صفر. فنجي فور غازز، ثلاث قوانين عندنا بالنسبة فور غازز بالنسبة إلى الإكويمولار كاونتر ديفيوجن، واحد اثنين ثلاثة. أول قانون
ال NA شي يساوي لنا؟ KG داش في الدراغفين فورس دلتا بي اي اللي اقصد شنو دلتا بي اي هنا طلاب؟ اقصد بها اللي هي بي اي واحد بي اي واحد ناقصا بي اي اثنين. هاي دلتا بي اي. اوكي؟ اذا هذا ال NA اول معادلة كتبناها بدلالة البرجر في حالة الإكويمولار كاونتر ديفيوجن، أما في حالة الميكانيكية الثانية في حالة قيمة الـ NB يساوي لنا صفر، شوفوا الـ NA يساوي لنا KG في دلتا P، هي نفس الدلتا P اللي هي PA1 ناقصا PA2. شنو فرق هذا عن هذا؟ شنو فرق هالمعادلتين؟ الأولى هي KG داش والثانية KG. ترجعون بالمعادلات تعرفون شنو الفرق، اكو فرق. يعني صح احنا خلينا كي جي داش للميكانيكيه الاولى والميكانيكيه الثانيه ما خليت بها داش، بس هو اكو فرق بيناتهن تعرفوه لازم من تشتقوا وتشوفون، تخلوا معادله بصف معادله وتشوفون شنو الفرق. الصوره الثانيه بدلاله المول فراكشن، هو نفس القانون الفوق بس بدلاله المول فراكشن. اوكي؟ بس هنا الثابت تغير. شوفوا الثابت هذا كي جي داش بما انه مول فراكشن تحول الى كي واي داش، بما انه دلتا بي اي هنا دلتا واي اي، يعني معناتها حيصير هنا شنو؟ واي اي واحد ناقص واي اي اثنين. اوكي؟ هذا اقصد ب دلتا واي. هنا الحالة الثالثة، الصورة الثالثة بدلالة الكونسنتريشن للميكانيكيات الاثنين. يعني سي اي 2 سي اي 1 ناقصا سي اي 2. هاي ثلاث صور لنفس المعادله، الاول بدلاله البريشر، الثاني بدلاله المول فراكشن، الثالث بدلاله الكونسنتريشن. وبالتالي اذا تريدون تشوفون الوحدات مالتها فالقانون الاول وحداته لانه بدلاله البريشر شوفوا المقام بريشر، اما الثاني بدلاله المول فراكشن فالمقام مالته هو مول فراكشن، الثالث بدلاله الكونستريشن فمول على فوليوم. هاي ثلاث قوانين، ثلاث مجموعات من القوانين هي تعطيكم حساب قيمه الفلكس. زين الثوابت اللي موجوده هنا، الثوابت اللي موجوده ضمن هذا الجدول، زين شلون اقدر اربط بيناتهم؟ لانه طلاب هاي الملاحظه شويه سمعوها زين، الملاحظه سمعوها زين، بانه بالسؤال لو كان عندي غاز، لو كان عندي غاز ومطيني فرق، مطيني بي اي واحد ومطيني بي اي اثنين، بس مطيني بالسؤال قيمه الكي واي داش، مطيني بالسؤال قيمه الكي واي داش، إذا أريد أستخدم هذا القانون على أساس بأنه هو مطيني البرجر، المفروض أنا عندي شنو؟ كي جي داش، بس ما مطيني بالسؤال كي جي داش، مطيني كي واي داش. إذا شلون أوجد علاقة تربط بين الكي واي داش والكي جي داش؟ فالعلاقات الموجودة بالأسفل هاي اللي أشرتها سبل بنفسجي، هاي العلاقات ربط العلاقات اللي هي تربط بين الثوابت لمختلف الصور للمعادلات موجودة هي هياتها قدامكم. لو مطيني قلنا كي واي داش وأنا أحتاج منو؟ كي جي داش. فشلون أربطها؟ وين أروح؟ أشوف ياهو من عندهن كي جي داش مربوطة ويا الكي واي داش هياتها هاي جوا. هاي العلاقة تربط فأحتاج معناتها total pressure لأنه أنا أريد كي جي داش، إذا معناتها من أحتاج الكي جي داش أقول الكي جي داش ايش يساوي لنا؟ يساوي لنا الكي واي داش، الكي واي داش على منو؟ على التوتال بريشر. أنا هذا هو مطيني إياه الكي واي داش بالسؤال، والتوتال بريشر المفروض أيضا مطيني إياه بالسؤال، أوجد قيمة الكي جي داش وأجي أعوضه هنا وأوجده. هذا طلاب العلاقات الموجودة ضمن هذا الجدول كله، سواء كانت علاقات اللي هي العلاقات الفلكس اللي هي أقصد بيها الـ NA، والعلاقات الموجودة في الأسفل، كل هذا الجدول حفظ بالإضافة إلى اشتقاقاتها اللي قلت لكم لازم بالبداية تعرفون شلون تشتقوها. كل هاي العلاقات هي حفظ
وخاصة العلاقات الكونفيرجن الموجودة بأسفل الجدول جدا مهمة تحفظوها، لأنه بصراحة ما يعطيكم في معظم الأحيان قيمة الثابت اللي هو نفس النظام اللي تشتغلون به، لأنه على مود تستعملون هاي العلاقات اللي تربط الثوابت فيما بينها. هذا النظام كله أو هذا الجدول كله فور شنو؟ فور غاز. فور غاز نفس الشيء هنا راح نشتغل منو؟ فور ليكويد. نفس الموضوع بأنه حيكون عندي ميكانيكيات اثنين for equimolar counter diffusion و for non-diffusion of gas، اللي هو الأول في حالة الـ Na يساوينا minus Nb والعمود الثاني في حالة الـ Nb يساوينا صفر. كم صورة للحساب الفلكس؟ صورتين لكل ميكانيكية. هاي الصورة الأولى بدلالة الـ concentration، وهاي الصورة الثانية بدلالة المول فراكشن لليا نظام لنظام الإكويمولار كاونتر ديفيوجن. العمود الثاني شي يقول لكم؟ يقول لكم بأنه في حالة الان بي يساوي لنا صفر، فالصورة الأولى بدلالة الكونسنتريشن والصورة الثانية بدلالة المول فراكشن، بدلالة المول فراكشن. لاحظوا الميكانيكية الأولى تحتوي على الثوابت مالتها داش، الميكانيكية الثانية ما تحتوي على داش، واختلافها ايضا ترجعون للمعادلات وشوفون شنو الفرق. نفس الحالة اسفل الجدول لاحظوا شنو عندي؟ عندي ايضا العلاقات اللي تربط الثوابت فيما بينها. لو اعطي ان ثابت ليس للنظام اللي انا دا اشتغل به، فشلون اني اوجد الثابت اللي انا المفروض اعوضه بالمعادلة الصحيحة؟ فاقدر اطلعه من العلاقة اللي تربط. فدائما اربط بين علاقتين، سواء كان مثلا هاي ويا هاي، يجوز هاي ويا هذا، فاي واحد تساوون اي علاقتين فيما بينها لايجاد قيمة الثابت المطلوب. قيمة الثابت المطلوب. فاذا مثل ما قلت لكم هذا الجدول والجدول اللي قبله يحفظ كمعادلات، وايضا تعرفون شلون تم اشتقاق هذه المعادلات. ايضا هذا اللي قدامكم فد ملخص لتحويلات بعض التحويلات الثوابت، حيث ان الكي سي هو كي جي ار تي والكي واي هو كي جي بي تي، وهكذا. هي هاي العملية التحويلات اللي لازم تحفظوها. طلاب، تعرفنا بهاي المحاضرة على الميكانيكية الثانية اليوني مولكولار كاونتر ديفيوجن، اللي هو لتطبيقه في حالة الكونفكتيف ماس ترانسفير ديفيوجن في حالة الغاز ليكويد باينري سيستم. أرجو أن تستفادوا من المعلومات الموجودة به، ولقاءنا إن شاء الله في محاضرة ثانية، وشكرا جزيلا لكم.